الأهلي السعودي ضد شباب الأهلي دبي. المباراة الأولى في دور 16 من دوري أبطال آسيا 2020 شهدت لقاء الأهلي السعودي مع شباب الأهلي دبي الإماراتي على استاد الجنوب في الدوحة. المواجهة الأخيرة بين الفريقين كانت في ذات المرحلة عام 2017، حيث حقق الأهلي السعودي الفوز بواقع 4-2 في مجموع المباراتين. سيطر شباب الأهلي دبي على المجريات في بداية المباراة ونجح في افتتاح التسجيل بصورة مميزة، فقد سدد عزيز جون جنيف الكرة من مسافة بعيدة لترتطم باللاعب عبد الباسط هندي وتتابع طريقها نحو الشباك، فتقدم الفريق الإماراتي بالنتيجة بعد مرور 28 دقيقة. وحاول الأهلي تعديل النتيجة ليحقق ما يريد في الدقيقة 54 عبر ضربة جزاء. عمر السومة كان على الموعد ونفذ ضربة الجزاء بنجاح، ورغم المحاولات المستمرة لم يتمكن الفريقين من حسم النتيجة، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح من أجل تحديد الفريق المتأهل إلى ربع النهائي. الأهلي السعودي نفذ الركلة الأولى، حيث نجح حسين عبد الغني في التسديد بنجاح، ثم تقدم أحمد خليل من أجل تنفيذ الركلة الأولى لشباب الأهلي دبي، ولكنه لم ينجح في التسجيل. لوكاس ليما نفذ الركلة الثانية للأهلي السعودي ليمنح فريقه التقدم 2-0، ثم سجل يوسف جابر من المحاولة الثانية لشباب الأهلي دبي. عبد الرحمن غريب سجل بنجاح من الركلة الثالثة للأهلي السعودي. بعد ذلك أبقى عزيز جون جانييف على آمال شباب الأهلي دبي عبر التسجيل من الركلة الثالثة للفريق، وسدد معتز هوساوي الركلة الرابعة للأهلي ليضع الكرة في الجهة المعاكسة للحارس ماجد ناصر ليقترب الفريق من حسم التأهل. لكن سعيد البلوشي تمسك بطموحات شباب الأهلي دبي لتصبح النتيجة 4-3. الركلة الخامسة للأهلي السعودي تقدم من أجل تنفيذها عمر السومة الذي كان سجل هدف التعادل من ضربة جزاء وكان يمتلك فرصة حسم النتيجة، ولكن هذه المرة تدخلت العارضة لتحرمه من حسم الأمور. بعد ذلك تقدم عبد الله النقبي من أجل تنفيذ الركلة الخامسة لشباب الأهلي دبي، حيث كان يحتاج للتسجيل من أجل إبقاء طموحات فريقه، ولكن تسديدته ذهبت فوق المرمى، فتأهل الأهلي السعودي إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ 3 سنوات. باختاكور ضد الاستقلال. المباراة الثانية في دور 16 جمعت بين باختاكور الأوزبكي والاستقلال الإيراني، والذين تقابلا للمرة الأولى منذ 9 سنوات. باختاكور كان يظهر في الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ عام 2010، ولكن الاستقلال نجح في التقدم بعد مرور الدقيقة 32، وجاء هدف الفريق الإيراني بصورة مميزة عبر ركلة حرة مباشرة نفذها علي كريمي متقنة بعيدا عن متناول الحارس إلدور بيك سينوف. باختاكور رفض الاستسلام ورفع إيقاع اللعب، ونجح الفريق الأوزبكي في تحقيق ما يريد قبيل نهاية الشوط الأول. ففي الدقيقة 43 ارتقى دراغان سيران لتمرير عرضية ولعب كرة رأسية قوية ذهبت لتعانق الشباك، ومع انطلاق الشوط الثاني واصل باختاكور الضغط من أجل تسجيل الهدف الثاني، وأثمرت محاولات الفريق عن تحقيق مراده بعد مرور 78 ثانية من بداية الشوط الثاني، وذلك بواسطة إيرين ديرديوك إثر سلسلة من التمريرات الجميلة، وكان هذا الهدف مفتاح التأهل لفريق باختاكور الذي عاد إلى ربع النهائي في دوري أبطال آسيا للمرة الأولى منذ عام 2009. بيرسبوليس ضد السد. في ثالث مباريات هذا الدورة تقابل بيرسبوليس الإيراني مع السد القطري على استاد المدينة التعليمية، حيث كانت المنافسة قوية بين الفريقين من أجل حجز بطاقة تأهل للدور الربع النهائي. وكانت المواجهة السابقة بين الفريقين خلال الأدوار الإقصائية عام 2018، وبالتحديد في الدور قبل النهائي، حيث تفوق بيرسبوليس بواقع 2-1 في مجموع المباراتين. وبعد أن سيطر التعادل السلبي على نتيجة في الشوط الأول، بدأ بيرسبوليس بفرض إيقاعه الخاص على المجريات، وكاد الفريق يفتتح التسجيل بعد مرور ساعة من عمر المباراة، ولكن العارضة تدخلت لتحرم عيسى آل كثير من الاحتفال،
المهاجم البالغ من العمر 30 عاماً عاد ليجرب حظه من جديد في الدقيقة 70، وقام بعمل كل شيء بنجاح، ولكن العارضة تدخلت من جديد لتحرمه من التسجيل. بيرس بولس لم يستسلم لضياع هاتين الفرصتين، ونجح أخيراً في تحقيق ما يريد في الدقيقة 88. الثالثة كانت ثابتة لعيسى آل كثير، والفرحة كانت من نصيب أصحاب القمصان الحمراء. الساد حاول في الدقائق المتبقية العودة بالنتيجة، ولكن محاولة سانتي كازارولا ذهبت خارج المرمى، وكانت الفرحة في النهاية من نصيب بيرس بولس. فقد تأهل الفريق الإيراني إلى الدور ربع النهائي للمرة الثالثة في السنوات الأربع الأخيرة. النصر ضد التعاون. رابع مواجهات دور 16 كانت سعودية خالصة، عندما تقابل النصر مع مواطنه التعاون على استاد المدينة التعليمية. كان هذا الظهور الثالث للنصر في الأدوار الإقصائية، وكان الفريق مصمماً على حسم النتيجة والتأهل إلى الربع النهائي، لكن النصر اضطر للانتظار 75 دقيقة قبل أن ينجح في الوصول إلى المرمى. قائد الفريق عبد الرزاق حمد الله كان في المكان المناسب وفي الوقت المناسب ليسجل هدف الفوز. هذا الهدف كان السادس لحمد الله في البطولة. هذا الهدف كان كافياً للنصر من أجل بلوغ ربع النهائي للعام الثاني على التوالي. وصلت المنافسة إلى 4 فرق تتنافس في منطقة غرب آسيا، وتقام مباريات الدوري ربع النهائي يوم 30 أيلول سبتمبر على استاد جاسم بن حمد.